أطفال صغار وبالتميز والقدرات كبار، 33 طفلا من مختلف المحافظات السورية يعتلون منصة التكريم ضمن فعالية رسمية وأهلية لتوزيع الشهادات للأطفال الفائزين بالمسابقة العالمية لبرنامج يوسيماس أونلاين التي أقيمت بماليزيا على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. اليوم عم يتم تكريم 33 طفل سوري شاركوا بمسابقة عالمية لبرنامج يوسيماس. برنامج يوسيماس عالمي موجود ب 74 دولة بالعالم. أطفال سوريا هي مو المشاركة الأولى، هي المشاركة عالميا المشاركة الرابعة اللي عم نشارك فيها بال 2018 و19 و21 وهي السنة 22. عندنا 33 طفل، الأعمار بتتراوح من 6 سنين لل 15 سنة. طبعا هو مستويات عندنا من المستوى الأول بيزك، المستوى الثاني الثالث حتى الليفل 10، هو 10 مستويات متتالية بتكمل بعضها هي. فكانت المسابقة بهي الليفلات وأطفالنا قدروا يعني نحن لما شفنا النتائج وهيك شفنا المراكز الأولى عالميا، كتير كان وقع خاص بقلوبنا، كتير كان حلو. انت شو باين عليك مرتب؟ الجماعة مترمين وقاعدين شهادة بمدري وين شو بشو؟ باليو ال 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 الماس؟ يا الله في حدا بيعطي شهادة بالماس؟ بكي بعت لك الهدى شو هالماس انا عندك شو السلام؟ عروض مسرحية وأنشطة متنوعة فنية احتفاء بالأطفال الفائزين. هي أول مرة بشارك بمسابقة يوسيماس العالمية واللي صارت بماليزيا، وأنا هلأ ناطر النتائج حتى تطلع وأنا كثير متحمس، دعولي. هي أول سنة بشارك بالمسابقة وناطر النتائج بشكل كتير، إنه كتير ناطرهم وبتمنى إنه أطلع المركز الأول. شاركت بأربع مسابقات، مسابقتين عالميتين ومسابقتين وطنيتين. مسابقة وطنية طلعت فيها مركز خامس ومسابقة عالمية طلعت فيها مركز ثالث على مستواي. اليوسيماس فادني بكتير شغلات بحياتي. مشارك للمرة الأولى بمسابقة يوسيماس، طبعا مشارك قبل مسابقات مثل ماراثون البرمج للصغار واليافعين اللي قام السنة الماضية جبت برونزي. تفوق ونجاح للطفل السوري في مسابقات عالمية، والاحتفاء به اليوم تكريم وحافز للمزيد من التفوق والعطاء.